أعزائي المشاهدين، نحن بحلقة جديدة تنكمل قراءتنا اللاهوتية مع سيدنا المطران الياس سليمان، والنظرة العلمية أو القراءة العلمية إذا بتكون معي أنا، حتى نقدر نتعمق أكثر وأكثر برسالة قداسة البابا لوداتو سي، وياريت بنقدر كمان نتعمق فيها، ومش بس نتعمق فيها وننبسط بجمالها ورائعة، نشوف كيف بدنا نطبقها بحياتنا. هيدا اللي أهم، هيدا هو المطلوب منا اليوم، وهيدا هو هدف قداسة البابا، إنه هالرسالة تتطبق بحياتنا اليومية بكل لحظة من حياتنا، بكل تصرف من تصرفاتنا عم نقوم فيه مهما كان صغير، لأنه اليوم بمفهومنا البيئي العلمي ما عاد في شغلة صغيرة على المجموعة وعلى التوسع العمراني والديموغرافي وعدد سكان الأرض اللي كتير، ما عاد في تصرف صغير. يعني كلنا سوا مسؤولين، مهما كان التصرف الصغير لازم نحنا ننتبه وما نوقع فيه، لأنه على المجموعة رح يصير تصرف كتير كبير وخطير. فلذلك اليوم رح نكفي مع سيدنا، لك الحديث سيدنا، نكفي القسم الثاني يمكن من الانترودكسيون، من المقدمه. صحيح صحيح صحيح، لانه غني جدا. هلا كنا شفنا بالحلقه الماضيه انه الارض، البيئه، هي امنا واختنا. شفنا الاخت، واليوم بدنا نشوف الاخت، بس لابد ما نرجع على الام. كان قال قداسته انه الام هي اللي بتحضن، وبنفس الوقت بين ذراعيها. هون أنا بدي ركز على الأم هاللي بتعطي الحياة، وهون بنرجع على بداية الخليقة. يعني كله طلع من إيد الخالق، وقت اللي الله أخذ تراب ونفخ في أنف آدم من روحه نسمة حياة، هون بيكون الأرض عطتنا جسدنا، جسدنا المادي الفيزيولوجي اللي بحاجة لغذاء دائم، يعني يكون باتصال مع البيئة والأرض بشكل مستديم. وهون هي أم، لكن وقت اللي نحن انفصلنا عن الله شوهنا دور هالأم، وخربطنا كل مشروع الله بأنه تكون هالأم هي باتصالها مع البعد الروحي. في البعد الفيزيولوجي بدنا نغذي ايضا البعد الروحي. الانسان الاول كان خلى حاله يغوص بالغريزي بدل ما يسمو بالبعد الروحي وتغذيه البعد الروحي، حتى يقدر يضل يغذي الطبيعه والبيئه من حضور الله فيها اللي بيعطيها انه يكون بمصالحه معه. اليوم رح نشوف بانه اختنا، يرجع البابا بيركز على الاخت، اختنا هيدي اللي في حوار بيننا وبينها، والحوار بيكون بقلب العيلة. يعني عم بيردنا حتى نشوف كيف بالعيلة بده يكون في حوار بين الخي وأخته، بين الأخت وأختها، بين الخي وخيه، بين الأهل وأولادهم إلى آخره. إذا كانت البيئة هي هالأم، والأرض هي هالأم، وعناصر البيئة هي هالأخت، أختنا هالأرض هي عم تحتج على الأذى الذي نلحقه بها، في احتجاج. إذا بتنوجع البيئة، بتنوجع، ووقت اللي بتنوجع ما عاد، واللي بيوجعها أكثر هو مبدأ المحبة اللي فيها، ما عاد تقدر تعطيني الغذاء اللي أنا بحاجة لإله، بتألم وآلامها بتنتقل لإلي أنا، وبتعطي سرطانات، بتعطي أمراض مختلفة، بتعطي قلق نفسي، بتعطي ديبريسيون، يعني نوع من الانهيار العصبي اللي ماشي باستمرار. اليوم عالم اليوم مع كل التقنية اللي موجودة، من شو عم بيعاني؟ عم بيعاني يعني من التعصيب، من التعصيب ومن عدم السلام، تعاون. ما عاد بسلام، لأنه ما عاد يتعاون مع بالآخر، ما عاد هو بسلام، صار باللامبالاة كنا عم نحكي فيه، باللامبالاة. هلا مبالاة الأرض ما فيها تقبلها وما فيها تتحملها، والبيئة ما بتقبل يكون الإنسان بلا مبالاة، لأنه اللامبالاة اللي بيعيشها تجاه البيئة بلا تنعكس عليه، وبتنعكس على علاقته بخيو الإنسان، وهون بتنتج الحروب. وبيصير بدل ما ياخذ من البيئة
الأغذية بيصير ياخذ منها مواد يصنع فيها أسلحة لقتل خيو الإنسان. من هيك هي بتحتج على الأذى اللي عم نلحقه فيها بسبب الاستعمال غير المسؤول. هون كلمة غير مسؤول كثير كبيرة، كثير كبيرة، لأنه هل الإنسان بيحس إنه مسؤول عن كل شيء عم بيعمله؟ هل إنفايات نووية بشكل خاص اللي إلها دور خطير جدا بتدمير البيئة وتدمير الإنسان بالبيئة واعي الإنسان شو عم بيعمل؟ في وسائل اليوم نقدر نتحاشى هنفايات النووية وغيرها بأنه بنستعمل الطاقة المتبدلة. هالطاقة هيدي من الطبيعة ومن طبيعة الطبيعة، وبالتالي بيصير في حوار وتبادل. ما بتكلف شيء؟ ما بتكلف شيء بالضبط. من هيك حول هالنقطة هيدي انتهاك الخيرات اللي الله حطه فيها، يعني بيستعملها بشكل غير مسؤول وعم بينتهك. البابا بيستعمل كلمات قوية. ايه عادة كلمة انتهاك هي القدسيات. نعم. يعني عم بينتهك قدسيات البيئة والطبيعة اللي نحن موجودين فيها، وهذه مقدسة، من هيك الله يكون مسبحا فيها. نحن شو عم نعمل فيها؟ عم نخليها هي تئن بتذمر كثير كبير، انه شو عم نعمل؟ عم نعمل فيها اللي بده يرجع يرتد علينا، يعني شو عم نعمل بحالنا؟ من خلال التعامل السلبي مع البيئة. وهون كيف بيكون الدور العلمي بمجال هالأذية اللي بتخلي الطبيعة تصرخ؟ كيف بتصرخ الطبيعة علميا؟ علميا الطبيعة بدها تصرخ، مثل ما قلت حضرتك، قلتها انه اليوم شغلة علمية انه رح تصرخ بأمراض عم بتصير علينا. اليوم انا ساعة اللي بيجي انا عم بخربط هالسيكل البيولوجي، عم بنتهك قدسية هالبيئة، يعني انا عم بطل مسؤول عنها، عم بيجي بقتل الكائنات الحيه فيها، عم بلغيهم، عم بلغي، يعني عم خربط كل هالتوازن البيولوجي الموجود، التوازن الايكولوجي الموجود، حتى الجيولوجي. الارض كأم اكيد بدك مكان، اذا بدك شجره تنبت وتعطي ثمار بدها اساس، بدها التربه، بدها هالام اللي بدها تحضنها، بدها تحملها، بدها تغمرها لحتى تقدر تنمى، لانه كل عناصر الحياتية والغذائية وكذا بدها تيجي من التربة، ورح تيجي من الهواء، ورح تيجي من المي، يعني كلهم هودي جامعين بعضهم، كل العناصر. إذا منلاحظ نحن، إذا منلاحظ بسفر التكوين كل ريني هون، كان في شغلة علمية عم بتصير، يعني كمان إنه ربنا خلق كل عناصر البيئة ورجع بعدين خلق الإنسان لخيره ولصالحه. فاليوم أنا ساعت عم بيجي مثل أنا بشبه دائما إنه عزمتني لعندك على العشاء، حاطط لي على الطاولة ملزة وطاب. أنا وصلت لعندك مقابل هالمبادرة الطيبة والحلوة والمحبة، قلبت الطاولة. أنا شو كنت عم بعمل؟ أنا بس عم بأذي حالي أو عم بأذي غير؟ لا، أنا عم بهينك لإلك. أنا اليوم لما عم بهين بقلب هالطاولة الأرض وبنتهك هالطبيعة، أنا عم بهين الله، عم بتمرد على الله. هون كان ياخد إذا نظرة كمان أنا كمؤمن، مش بس كعلمي، عم بحكي كمؤمن، كعلمي برجع بيجي بقول إنه أي خلل رح يكون بالطبيعة، أي انتهاك، والانتهاك إنه اليوم مش بس أنا عم باخد خيراتها، يعني عم باخد بقطف الأشجار وبقطف الثمار وبقطف الزهور تبع هيدا، ساعات عم باخد التربة وبحولها لبيتون، مثل ما عم بيصير بانتهاك بالمدن البناء العشوائي اللي عم بيصير بنايه ملاصقه على البنايه الثانيه. يعني واقف انا عم بتامل هذيك اليوم البنايات، لاحظت انه في انتهاك لصحه الانسان لما عم تطلع بنايه جديده حد بنايه قديمه، بتسكر لها شبابيكها، بتقطع عنا مش بس الهواء، الشمس اللي هي ضروريه لتفوت لصحه البيت، لصحه اهل البيت. وعلميا هون عم نحكي اذا بيت ما بتخله الشمس هيدا بيت سكانه مرضى، هيدا بيت سكانه مرضى، لكن نحن عم نسبب الاذيه والموت والمرض لجاري. هالبناء العشوائي اللي عم بيصير ملاصق لبعضه ما عم بفتح مجال. ثاني شيء، عم بحول هالتربه الى بيتون،
يعني عم بمنع استمرارية الحياة، ما عاد في عندي نبتة رح تنبت، ما عندي كائنات حية رح ترجع تمشي الدورة الحياتية، الهواء اللي عندي رح يصير هواء ملوث، ما في ميشي نقي. لو ما في كان ملوثات بدي أقول إنه ما رح يصدر أي ملوثات من السيارات ولا 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 من شيء، أوكي؟ بس بمجرد إني أنا وقفت المصدر للهواء النقي الغني بالديوكسجين، وقفت المصدر، ما عاد له وجود، لكن انا لوثته سممته بدي افطس بعد ثواني يعني حددت هونيك شغله كثير مهمه، البناء العشوائي اللي عم بيصير هون، يعني غير اني عم برجع بنتج اليوم بيقولوا لي بنايه خضراء، انه كيف ان بنايه خضراء زرعت لي شجرتين عليها هي بنايه خضراء؟ لا، ننتبه لكلمة الأخضر لما منقولها، هي الأخضر هو كل شيء معطي للحياة، يعني تصرفاتي بدها تكون معطية للحياة، إن كان من المياه، من هدر المياه، من هدر، بدنا ننتبه بالبناية قديش نحن عم نهدر مي، قديش عم نسبب انبعاثات غازات سامة، خصوصا ثاني أكسيد الكربون، اللي هو مش مفروض عنا بلبنان نحن نعاني من مشكلته، لأنه لبنان نحن لازم مفروض يكون أخضر. هيدا كان انه اللي هي الاخضر هو اللي بحد بخلي التوازن بالدي اكسجين على بحدوده المعروف عليها عالميا اللي هي 0.03 بالمئة من الهواء. نحن لما عم نقص الشجره رح يرجع طبيعي، ما في مثل كانه حيوان ما له بريداتور تاني او كائن تاني بياكله، ما بحد من تكاثره، بيتكاثر كمان ثاني اكسيد الكربون عم بيتكاثر لانه نحن شلنا الشجره وما عاد في عندنا دي اكسيد. يعني بالشجره اذا بدي احكي بس شجره موجوده اللي بدها تحتضن الارض هالام لنا، قديش هي عم تعطينا، ان كان بتعطي الرطوبه، انا ما فيني اتنفس اذا ما في رطوبه، عم بتامن التوازن بمعدل ثاني اكسيد الكربون لانه هي عم تاخده، عم تعطيني الدي اكسجين، عم تعطيني إيه؟ عم تعطيني الثمار، عم تلقط التربه من الانجراف من الاضمحلال هيدا، وكمان بوراقة اغلبيه الشجر عم بيلقطوا كل الملوثات الجزيئات اللي بنسميها سي او في، عم تلقطها اللي هي مصدرها نحن، اللي مصدرها نحن، عم نزيدها ببيوتنا، نحن عم نجمل بيتنا، عم ندهنه، عم نحط بلاستيك، عم نحط مواد اصطناعية، مواد كيماوية أو تعطي ريحة حلوة. واليوم بدنا نرجع نجيب الطبيعة على بيتنا، حطينا روايح حلوة معطرات بقلب بيوتنا، ليش؟ لحتى لأنه نحن لغينا الطبيعة، لغينا ربنا شو عطينا من معطرات طبيعية غير سامة، استبدلناها بمعطرات سامة جدا، وهون بفتح الهلالين وبقول بترجيكم ما تستعملوها، لأن سموم بقلب البيت رغم إنها ريحتها حلوة بس هي خبيثة. شو بتعمل بالأوزون؟ وبعدين إذا مشينا للأوزون وحكينا في بعد في كتير، إذا ما نفتح مجال الحكي عم نقول بعدنا بأول أول فقرة من الرسالة، صحيح يعني صحيح. قديش صرنا بعدنا عم نحكي وما ننتبه، وبتلاحظ خلفية كل هالمشاكل، وأنه وقت اللي هي تحتج على الأذى اللي عم نلحقه فيها، هي بتنوجع بمين؟ فينا بتنوجع فينا نحن، بتنوجع فينا بأمراضنا، بتنوجع بحالاتنا، بعدم تضامننا. وبيكمل وبيقول إنه إن العنف، لقد نشأنا معتقدين أنها ملكية لنا. اليوم مشكلة الإنسان الكبيرة هي الأنا، الأنا إذا ورمت خربت الدنيا، صح، خربت. المحبة هي اللي بتخلي، بتلاحظ الخلافات على شو بالعالم؟ على الأنا. كل واحد بده يسيطر على الآخرين، الأكبر بده يبلع الأصغر، الأصغر بده يدافع عن نفسه بأنه بينتقم، وإذا ما قدر ينتقم بيكون انتقم من الأصغر منه. يعني شريعة الغاب عم بتعم، معتقدين أنها ملكية لنا وبأننا المسيطرون عليها، ومباح لنا أن ننهبها، بيقول البابا، انه صرنا لصوص، ما بقينا سهرانين عليها نرعاها ونشتغلها، احرثها واحرسها، الحراسي والحراثي، اثنين
هذا الدور اللي نحن بدنا نشتغله. هون لا، بيقلنا البابا انه عم ننهب، والنهب بدها تندار علينا اخر شيء. هل يا ترى هالطبيعه هي توبه في جسمي؟ الحقيقه الطبيعه البيئه هي جسمي، هي انا الواسع، انا الواسع يعني اللي بعيشه بيكون تبادل بيني وبين اخوتي كل البشر. وبنفس الوقت موضوع التبادل، وقت اللي كان فيه تجاره سليمه كانت الطبيعه، واحد ينتج قمح والثاني ينتج عدس يعطيه وياخذ منه، كان في ماده هي ترك تبادل تجاري. هلا صار اللي بين ايدينا نوع من الرموز، تقريبا رموز مخادعه، ورقه شيك ملايين اذا وقعت بالمي وتشت راحت، راحوا كله. او انه على الكمبيوتر اليوم كله صار على الفيس وعلى الكمبيوتر على الموبايل الى اخره، بكفي الواحد يدخل على رقم الثاني، حساب الثاني، حتى يسحب له كل شيء عنده وما حدا معه خبر. عم بتصير كثير، ايه، وما حدا معه خبر. اذا هون في انتهاك، في نهب. وقت اللي صرنا ما عم نتعامل بقى مع البيئه كبيئه، عم نستثمرها، عم ننهبها، قلبت علينا. وبالتالي هالانانيه اللي نحن فيها خلتنا نوقع بانه نوصل الى الحروب، نوصل للدمار، نوصل للاكتشافات اللي تستخدم لاجل الاسلحه، لاجل الغواصات النوويه او الطيارات اللي بتحمل اسلحه نوويه وغيره. شو عم نعمل بالانسان؟ يقال بحسب دراسي انه غواصه نوويه وحده بتمنها بتنلغي المجاعة عن وجه الأرض. أكيد. شو غايتها هذه؟ قتل الإنسان الآخر. بينما لو الإنسان بده يكرس طاقاته لعمل الخير، كان الإنسان وكل الناس بيعيشوا أخوة سعداء. من هيك عم نشوف إنه هالعنف اللي بيحكي عنه البابا القاطن في القلب الإنساني المجروح بالخطيئة يظهر أيضا من خلال أعراض المرض التي نلاحظها في التربة وفي المياه وفي الهواء، أو اللي كنت بعدك عم تحكي عنه، عناصر البيئة. إيه، عناصر البيئة وفي الكائنات الحية. إذا نحن قدام حالي من العنف اللي بلش بكيان الإنسان وعم بينتقل على الآخرين. بيقول بده يحمي ولاده، ما هو عم بيعطيه لاولاده وقت اللي عم بيأذي ولاد الاخرين. طبيعي. حتى انا اقدر امن بيئه سليمه لاولادي، ما بدي ام بدي بدي اعمل بيئه عامه تصير مناخ عام من الحب، من الالفه، من الانسجام، من التناغم مع الكائنات الحيه، مع خي الانسان، مع ذاتي. وقتها بعطي لاولادي الشيء اللي بتمنيه. شو الله عمل؟ ابنه بعث لنا اياه لحتى يرفعنا لمستوى الحب، انه يصير هو الحي فينا. احنا شو عم نعمل؟ بدنا نقتل ابن الاخر، بنلاقي ابننا عم يموت ما عم بقدر دافع عنه، لانه قتلي لغيري عم بيرتد علي من خلال البيئه. وهون ذكرتني برساله قداس البابا القديس يوحنا بولس الثاني، سلام مع الله الخالق، سلام مع الخليقة جمعاء. هذا الصليب. هذا هو، انه ما كان عندنا سلام اذا ما كنا مع الخليقة جمعاء. ومثل ما قلنا نحكي اليوم تنختم هالحلقة، انه اليوم نحن بحياتنا اذا ما بقدر انا لوس، وعلميا عم بحكي، الهواء مشترك كلنا عم نتنفسه، ما بقدر لوس الهواء، التربة مشتركة، المياه مشتركة. اليوم إذا، وخصوصا بلبنان، إذا بنطلع على، من هون رجعنا للجيولوجية، إنه ما فينا نشتغل إيكولوجية بيئة بدون ما نطلع على الجيولوجية، لأنه اثنيناتهم علم بيخلوا هالبيئة الانفيرونمون نحافظ عليها، وعلمين ضروريات. بنشوف إذا طبيعة لبنان المميزة، ل
لله اللي هي نعمه. بكره رح نتطرق لها لهالبيئه بلبنان. كل المياه الجوفيه متصله ببعضها، يعني اذا انا لوثتها بالجنوب لوثتها لاهل الشمال كمان، لاهل بيروت، لاهل في تضامن، في كلها اشياء مشتركه. فلذلك نحن اليوم هون مسؤوليتنا، انا اللي بدي احافظ على، بدي افكر بحالي، ومثل ما قلت انه اولادنا منحبهم، عم نأمن لهم مصاري وشهادات وكل شيء، اذا ما أمننا لهم صحه شو بدهم بكل هدول؟ اول شيء انا مني بسلام، لاني انا على طول بانانيه بدي اشطك كل شيء، انا بحاله حرب دائما معك، مني بسلام، انا بحاله حرب مع الطبيعه، بدي اياها تنتج لي قد ما فيها ماكسيموم، بدي ربح السريع، مشان هيك عم قص الشجر اللي هن رح تعطيني الثمار، وبزرع بنيات محلها، مع انه في دراسه علميه اليوم بتقول انه القطاع الصنوبر بلبنان كان منتج قد او اكثر من قطاع البناء. كنا نتميز على شواطئ لبنان الساحليه بالحمضيات، وفي ودراسات علميه انه بلبنان ما في انسان لازم يكون مقرب من انواع الحمضيات اللي هي افخم واحسن انواع حمضيات موجوده على الساحل البحر المتوسط، هي الحمضيات الموجوده. نحن شو عملناها؟ عملناها منتجعات سياحيه، لا عاد فينا نتمتع بالطبيعه ونروح نرتاح. هيدي كل الاشياء اللي عم بيعملوها بالمنتجعات السياحيه هي منا علميا بتسبب لنا توتر اعصاب اكثر ما بتسبب لنا راحه اعصاب. زهره وحده ناعمه بقلب الطبيعه او منظر حلو، منظر مي، المي عم بتروح على الرمل وبتجي كذا، كيف ان تروق لنا اعصاب؟ وشو ما عملنا من انواع سبا ومن انواع الاشياء الموجوده بالمنتجعات السياحيه ما رح تريحنا قد هيدا، ورح تكلفنا اكثر، ورح تخلينا نكون معصبين اكثر. أنا خايف ما يكون، ما يتحول اسمها من منتجعات سياحية لمنتجعات أنانية. ما هي هيك، والنهاية ما عاد تعطي جمال السياحة. ما بقول لك علميا، عم نحكي علميا إنه ما بنرتاح، بنجي تعبانين. فرق أنا قاعد بين الزهور، قاعد بين الزهور، الربيع طالع، الربيع زهرة الكوكليكو المارغوريت تبقى طالعين بهيك ربيعين طبيعي، ما حقهم شيء، ما كلفتهم شيء، بخلوك تعيش بالسلام. ليش؟ لأنه أنت رجعت علميا لأساسك، للحياة الموجودة بهالطبيعة، لأنك أنت واحد منهم، هيدي أختك صح، أنت المتشارك معها، وعم تحكي أنت وعم تتحاور لخير أختنا الأرض. أختنا الأرض هون يمكن رجعنا لها علميا، ليش تسميت أختنا؟ لأنه أنا بسلام معها أبدا، أنا بعيش بس شوفها بعيش بسلام معها، لأنه هي بتحبني وأنا بحبها، عم ارتحنا مع بعضنا وما بتكلف شيء. ساكنين بيت واحد، ساكنين بيت واحد، وان شاء الله بيتنا المشترك، هيدا بيتنا المشترك. وان شاء الله بختام هيدي الحلقه يكون كمان حضرنا حالنا هيك نرجع نشوف كيف بدنا نرجع نرتاح بهالطبيعه، ونحب الله من خلالها، ونسبح الله. وان شاء الله بالحلقه الثانيه لجمعه الجاي بنكون عم نوضح اشياء اكثر وبنتعمق فيها اكثر واكثر، ويا ريت انتم كمان تتعمقوا فيها وتطبقوها بحياتكم. بنلتقى جمعه الجاي.